أهلا بكم في المرمى من جديد. السلام عليكم. أهلي دبي يضرب موعدا للقاء هلال الرياض نهاية الشهر، وغامبا أوساكا يجتاز جومبوك في الرمق الأخير. الانضباط تحول نقاط الفتح إلى الخليج بالاحتجاج، وبطل الدوري السابق يستأنف. يوم طويل في رعاية الشباب لمحاصرة ديون الأندية، ومقترحات بخصم مستحقات النقل التلفزيوني والرابطة بدءا من الموسم المقبل. القصة الكاملة بكاميرا العربية. فترة التسجيل تغلق، لا مفاجآت في اليوم الأخير. الاتحاد الأكثر تصويرا وبرناوي النصر، قصة محيرة. أهلا بكم. ضمن كل من أهل دبي الإمارات وغامبا أوساكا الياباني مقعدا لهما في نصف نهائي البطولة الآسيوية. الأهلي الإماراتي تغلب على ضيفه نفط طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف، وفي الدور ذاته أي نصف النهائي فاز غامبا أوساكا الياباني على جيومبوك الكوري الجنوبي 3-2. نقطة واحدة من نفط طهران الإيراني كانت كافية للأهلي الإماراتي لإعلان فرحة آسيوية تاريخية بالتأهل. دقائق المباراة شهدت سباقا محموما بين الفريقين من أجل إيجاد موطئ هدف في شباك المنافس، محاولة لنفط هنا وأخرى للأهلي. بطل رواية هدف الأهلي الأول كان رودريغو ليما الذي سدد في المرمى الإيراني في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ومن ركلة جزاء نفذها أحمد خليل في الدقيقة 47 جاء الهدف الإماراتي الثاني. فرحة لم تدم طويلا، حيث قلص نفط طهران الفارق بعدها بدقيقة بهدف أحرزه وحيد أميري. نتيجة أفرزت تأهل الأهلي الإماراتي لنصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وليواجه فيه الهلال السعودي. في الجهة الثانية سيلعب غامبا أوساكا الياباني مع ضيف غوانزو إيفرغراند الصيني في نصف النهائي. الفريق الياباني فاز على ضيف جومبوك الكوري الجنوبي 3-2. الضيوف تقدموا أولا بهدف من ركلة جزاء سجلها البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 13، لكن غامبا أدرك التعادل سريعا بعد دقيقة واحدة عبر برازيلي آخر هو باتريش. ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم الفريق الياباني بهدف حمل اسم شوكوراتا، إلا أن فرحة التقدم لم تدن طويلا عندما أدرك جومبوك التعادل في الدقيقة 88 بهدف سجله فيرا. وفي الوقت بدل الضائع أهدى كوكي يونيكورا غامبا أوساكا الياباني بطاقة التأهل بإحراز هدف التقدم والتفوق في ظل انتهاء مباراة الفريقين ذهابا بالتعادل بدون أهداف. وعن المباراتين والدور نصف النهائي الآسيوي يلتحق بنا من جدة المدرب السعودي حمزة إدريس. حمزة أهلا بك معنا، كيف رأيت أهلي دبي وغامبا أوساكا؟ نبدأ بالأهلي. بصراحة الأهلي فريق جدا مميز، يمتلك كل الحلول للتسجيل، قوي جدا على الناحية الهجومية. نعم. يمتلك ميزة يمكن أغلب الفرق ما تمتلكها في الفترة الحالية، عملية التسديد من خارج المنطقة. نعم. مميزين في التسديد سواء من الكرات الثابتة أو الكرات المتحركة. عندهم في وسط الملعب، هو طبعا يعتمد انه بيلعب 4-4-2. نعم. عنده في وسط الملعب الوسط اليمين اللي بيلعب على برجله اليسار اللي هو ريبيري، لاعب صانع لعب عنده. نعم. فكر عالي في عملية ربط الخطوط، يملك صناعة اللعب، يملك القدرة على عملية تمريرة الهدف. في الجهة العكسية إسماعيل حمادي اللاعب السريع المراوغ 1-1، رسائل حربة متجانسين. أحمد خليل يلعب خارج المنطقة بشكل جيد، عنده ليما يلعب داخل المنطقة بشكل جيد، نهاز يقدر يسجل بالراس، يسجل بالتسديد، تمركزه أكثر من رائع. نعم. عنده مشاكل في خط الدفاع. صحيح. يلعب بمحورين دائما ثابتين، لكن فريق قوي، ما هو سهل، فريق يستحق انه يكون في المرحلة هذه. نعم. نفس الشيء ينطبق على أوساكا، برضه أوساكا فريق جيد، فريق قوي بصراحة، يمكن تقريبا 4 أفضل فرق وصلوا سواء من شرق آسيا أو من. نعم. غرب آسيا وصلوا، معناته نحن هننتظر نصف نهائي حيكون على المستوى الفني أكثر من رائع، الفريقين اللي حيوصلوا النهائي حيكونوا يستحقوا بكل تأكيد. جميل، خلينا نبقى في أهلي دبي تحديدا. من الانتقادات على أهلي دبي في الموسم المحلي منذ الموسم الماضي أنه لا يستطيع إنهاء مباراة بدون خطأ فردي دفاعي. شو المشكلة؟ كيف تتعالج؟ مشكلتين، وبالتالي أنا أحسها
أنا أحسها واضحة، عملية فقدان التركيز. تلقى دائما الفريق في لحظة يفقد تركيزه، سواء في عملية التمرير أو عملية التمركز أو حتى على الأخطاء الفردية. لاحظناها في مباراته أمام الأهلي السعودي، كان في خطأ كبير سجل استفاد منه. لاحظناها برضو اليوم في مباراة اليوم، أخطاء فردية، معناته عملية التركيز. ودائما الفريق نلقاه في آخر ربع ساعة لياقيا بينهار. أنا ألاحظ دائما الفريق يتعب في آخر ربع ساعة. أحيانا عدم القدرة على توجيه المجهود اللياقي يساعد في انخفاضه، مما يسبب في أخطاء. عملية برضو اللعب لاعبي الوسط اللي على الأطراف ما يساندوا في الناحية الدفاعية، فعملية اللعب على الأطراف والزيادة العددية اللي بتكون على المدافعين بترهقهم في عملية التغطية، فهنا تكتر عملية الأخطاء في خط الدفاع. خلينا نتكلم عن اللاعب الأجانب في أهلي دبي، كابتن حمزة. طبعا أهلي دبي يوصف بأنه نادي العربي المليونير، عنده لاعب أجنبي ب 20 مليون يورو، لاعب أجنبي ب 17، لاعب أجنبي ب 8 مليون يورو، يعني أرقام كلها خيالية أكثر من كثير من الدوريات الأوروبية. كيف ترى تأثير هذا اللاعب الغالي سعره في الملعب؟ بصراحة لعيبة على جودة عالية من الناحية الفنية. نعم. ممكن الأسعار مبالغ فيها، لكن بصراحة بيقدموا إضافة فنية للفريق. أعتقد روح الفريق ليما من يوم ما حضر للفريق هو بيسجل، يعني أصبح عنده قوة ضاربة في عملية التسجيل. نعم. عندهم صانع لعب على مستوى عالي، ريبرو يعني بصراحة هو العقل المفكر للفريق. نعم. عملية ربط الخطوط، نقل الكرة من جهة لجهة، دائما هو الحل لزملائه في اللاعبين، معناته القيمة الفنية موجودة. الكوري كيوم برضو بيأدي بشكل جيد في الناحية الدفاعية. نعم. على أعلى مستوى، يمكن ما هم مستفيدين من تقريبا عندهم المغربي إذا ما خاب أظن. نعم. عندهم لاعب مغربي ما استفادوا منه بشكل كبير، لكن القيمة الفنية المضافة للاعبين الأجانب داخل الفريق ممتازة. حسن الاختيار موجود عندهم. الأهلي بصراحة من الفرق المميزة في الخليج اللي هي بتحسن اختيار الأجانب. دائما بيجيبوا اللاعب المميز اللي هو بيسوي الإضافة للفريق. طبعا هذا أهم شيء. هم سجلوا طبعا اللاعب الرابع في فترة رفع القوائم للاتحاد الآسيوي، فما حيستفيدوا منه اللاعب الرابع، فيلعبوا بثلاثة لعيبة أجانب في هالفترة. نتكلم عن الواصلين الأربعة: غوانزو، الهلال السعودي، أهلي دبي، أوساكا. كلها مستحقة بالنظر إلى عطائهم في التمهيد وصولا إلى ربع النهائي، ومن ثم الآن إلى نصف النهائي. صراحة كلها مستحقة، هم من أفضل الفرق عطاء، أفضل الفرق مستوى. الاستمرارية في الأدوار التمهيدية للآن أفضل الفرق عندهم استمرارية في ناحية الأداء، أقوى الفرق. نعم. فرق أعتقد كانت مرشحة من الأدوار التمهيدية أنها كانت مرشحة. بصراحة غوانزو فريق قوي جدا جدا، وساكا نفس الشيء، كنا مرشحينهم أنهم يكونوا من شرق آسيا. الهلال كنا مرشحينه بشكل كبير. تقريبا الأهلي الإماراتي كان أقل ترشيح، مقابل أن العين كانت ترشيحات أقوى للعين، لكن الأهلي الإماراتي فرض نفسه بشكل جيد. عنده مدرب يعرف يتعامل مع مباريات الذهاب والإياب من الناحية الدفاعية. نعم. يلعب بمحورين دفاع في مباريات الذهاب، يقدر يلعب بمحور واحد دفاعي واحد هجومي في مباريات الإياب. صحيح. يعني عنده جهاز فني جيد، قدر أنه يدخل المنافسة بفضل الجهاز. نعم. الفني وإمكانيات لاعبينه الفردية، لاعبين فرد على الناحية الفردية والمهارية لاعبين عالين جدا، فبالتالي. نعم. قدر أنه يكون ند، ووصوله الأول مرة في تاريخه النصف النهائي أكيد أنه يستحق، ولو كان بطل البطولة حيكون بكل تأكيد يستحق البطولة. نعم، شكرا جزيلا كابتن حمزة إدريس. أذكر فقط مباراتي الذهاب في نصف النهائي ستكون عن يوم 29 من هذا الشهر. أضاف الخليج، نادي الخليج السعودي، أول ثلاث نقاط في رصيده في الدوري السعودي لكرة القدم دون مباراة بعد أن اعتبرته لجنة الانضباط فائزا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الفتح بسبب إشراك المنافس للاعب غير قانوني التسجيل في الجولة الأولى من البطولة. والله شو ما ودي أنا أخذ في تفاصيل الموضوع، في استئناف، حنرفع استئناف إن شاء الله، وبعدها لكل أحد حديث.
يعني انتم واثقين من موقفكم القانوني؟ احنا واثقين جدا. زي ما قلت لك ما ابغى تفاصيل، لان في تفاصيل كبيره حتكون، لكن خليها بعد قرار الاستئناف ان شاء الله. هي اول ثلاث نقاط، انا يعني اعتقد انه يعني بدايه الدوري وان تكسب من مباراتين امام فريقين كبار كالاهلي والفتح ثلاث نقاط، انا اعتقد انها بدايه جدا مشجعه، وانا اعتقد انها بدايه مثاليه بالنسبه للخليج. ومن حق نادي الفتح ان يستأنف، ولكن طالما ان هناك قانون، هناك لجان وضعت، المختصين سيقدرون او يقيمون لمن تجير هذه الثلاث نقاط. يعني امانه نادي الخليج لم يقدم احتجاجه او اعتراضه على مشاركه اللاعب من فراغ، أنا كنا واثقين تماما، وتم استشاره قانونيين ومختصين في المجال واكدوا صحه موقف او احتجاج نادي الخليج. مباشرة من الرياض يلتحق بنا سيد خالد السعود مدير الاحتراف في نادي الفتح. خالد أهلا بك معنا. بالنسبة لكم كيف تلقيتم الخبر، خبر سحب ثلاث نقاط من رصيدكم وتحويلها إلى النادي الخليج؟ تعتبرون ما حدث خطأ إداري من داخل ناديكم؟ صبح عليك أخوي بتال وعلى الأخوة المشاهدين. الخطأ لم يكن إداري، الخطأ انضباطي وليس إداري. الخطوات التي اتبعتها إدارة نادي الفتح خطوات سليمة جدا، وفق خطابات ومراسلات رسمية، ووفق لوائح وبنود واضحة جدا. الخلل ليس في نادي الفتح، الخلل موجود في صياغة حتى قرار الانضباط، لم يكن حقيقة قانونيا، لم يكن سليم، كان ضعيف جدا. المادة التي استند عليها قرار سحب النقاط لم يكن سليم ولم يكن حتى قانوني. جميل. أنا بسألك سؤال واضح جدا، مراقب المباراة ما هي مسؤولياته وما هي مهامه وأدواره؟ المراقب لم يقوم بأي دور من الأدوار حتى نثبت صحة ما استندت عليها اللجنة. نعم. المراقب إذا كان تعيين المراقب من قبل رابطة دور المحترفين تطبيق للمعيار الأسيوي فهذا لم يكن ولم يحصل. نعم. مراقب المباراة أخذ أوراق المباراة أو الأوراق الثبوتية للفريقين وذهب بها إلى سياراته الخاصة ولم يحضرها إلا مراقب بعد المباراة. بداية المباراة. نعم. هذه كارثة حقيقة، وليس فيها من الاحترافية أي شيء. حضر وأخذ الأوراق. دخل أنه يأخذ الأوراق يعني خالد معلش، وش دخل أنه يأخذ الأوراق، أو ما مدى تأثير أنه أخذ الأوراق على القضية؟ إيش أثرت في القضية؟ أخي بتال المراقب لم يقوم بدوره، لم يطبق الأوراق الخاصة بالفريقين. كيف شارك اللاعب؟ المعيار الآسيوي يقول لك لو لاعب من لاعبي أي من الفريقين لم يحضر البطاقة الآسيوية يستطيع اللاعب المشاركة بموجب جواز السفر أو أي وثيقة رسمية. اللاعب هذا كيف شارك؟ تم تسليمه الأوراق الثبوتية اللي هي المشاركة الموافقة الأولى وتأكيد الخطاب اللي وصلنا، الخطاب الثاني اللي تم تسليمه للمراقب المباراة. نعم. هو خطاب تأكيد وليس خطاب موافقة. بس الخطاب خالد من الموسم الماضي، في فرق بين، لا هذا خطاب جديد استلمناه يوم المباراة خطاب جديد. وش مكتوب فيه الخطاب؟ نعم، يوم المباراة الخطاب يقول لك بناء على الموافقة الصادرة في يوم 10/10 التي تخول للاعب المشاركة في المباراة السابقة، بناء عليه نؤكد أن الموافقة سارية المفعول لهذا اللقاء الذي سيلعبه له يوم 5/11. نعم. مباراة اليوم اللي هي يوم 5/11، وصلنا الخطاب الساعة 15:25 الساعة 3 في يوم، نعم 3:25 في نهاية الدوام الرسمي. طيب هذا خطاب من لجنة الاحتراف ها؟ تأكيدا من الأمين العام صادر عن لجنة الاحتراف جهة الاختصاص. لا، الأمين العام ما له دخل في القوانين هذه، الأمين العام بس يخاطبكم عن طريق يعني يكون هو القناة الموصلة بينكم وبين لجنة الاحتراف بس. صحيح، ولكن القرار من لجنة الاحتراف. صحيح أخوي بتال، لجنة الاحتراف أجازت مشاركة اللاعب
بناء على المعطيات اللي موجودة عندها، وأكدت لنا بهذا الخطاب الموجه إلى أمين عام نادي الفتح بجواز مشاركة اللاعب بموجب الموافقة السابقة. مذكور في الخطاب بجواز مشاركة اللاعب في مباراة الفتح والخليج. نعم، اللي هي يوم 5/11 ومذكور فيها تاريخ المباراة. طيب، هذا الخطاب عرض على لجنة الانضباط قبل ما تصدر أو ما تصدر حكمها اليوم؟ الانضباط يقولون الخطاب مش موجود، هذا ما أعرف أنا وين راح الخطاب، هذا شيء. وحتى لو لم يوجد هذا الخطاب، معلش خد بس توقفك، خطاب موافق بس توقفك. مين اللي قال لكم مش موجود بالضبط؟ يعني ما في أسرار، قل لنا مين. لا بناء على القرار الانضباطي اللي طلع، أيه؟ عدم تسليم نادي الفتح، بناء على تسليم نادي الفتح، على فكرة أخوي بتال بس ملاحظة، لم يدرج اسم اللاعب في ذاك اليوم إلا بعد الساعة 5 تقريبا، بعد ما أنا طبعت، أنا بنفسي طبعت الخطاب وسلمته لإداري الفريق وسلمه مباشرة للمراقب المباراة. طيب كيف وثيقة رسمية تضيع بهالشكل؟ الأمر الآخر، لا توجد آلية أصلا لتسليم الأوراق، سواء البطاقات اللي هي الكرنيهات أو الموافقات. فكيف لجنة قانونية تعتد بأمر كهذا؟ طيب الاستئنافكم اليوم اللي رفع الاستئناف اليوم فقط يعتمد على هذا الخطاب؟ ما هو أصلا القرار بني على عدم وجود هذا الخطاب. فيما لو كان هذا الخطاب مثلا خالد مبني على مادة في الموسم الماضي تم تعديلها كمثال، وهو ما استند عليه احتجاج الخليج. لا الخليج استندوا على أمور ثانية، اللي هي عدم وجود الكرنيه، أن اللاعب مدرج في نادي لازال اسمه موجود في نادي آخر. والنقطة الثالثة هي عدم تسليم الفتح لهذا الخطاب. بناء عليها احنا طبعا اليوم أرسلنا طلب الاستئناف، بإذن الله يمكن مذكرة الاستئناف تكون جاهزة، أعتقد يمكن إن شاء الله خلال يوم أو يومين على الأكثر. نعم، كلنا ثقة في لجنة الاستئناف، ونعرف إحنا أنه موقفنا جدا سليم، وأكد على ذلك بمشيئة الله تعالى لن يضيع حقنا. نثق في جميع اللجان، ولكن اللي حصل اليوم من لجنة الانضباط بصراحة أنا أستغرب. قرار مثل هذا وبحجة مثل هذه تحتاج إلى شهر؟ أعتقد صعبة جدا. طيب، شهر كامل، ترى اليوم إحنا اليوم تقريبا أكملنا اليوم من 27. طيب يعني أعتقدت أنه في سم العدوك خالد. أنتم بكل وضوح يعني ترون أو تعتقدون بأنه لجنة الاحتراف ورطتكم؟ لا والله ما ورطتنا، بالعكس أنا أرى أن دور لجنة الاحتراف قامت فيه بالكامل، والأمانة كذلك قامت بالدور الكامل. إحنا شارك اللاعب بموجب خطابات وبموجب مادة موجودة في اللائحة عليها. اللي ورطنا حقيقة قضية عدم وجود الخطاب الثاني، هذه هي المشكلة. وإحنا يعني سعينا ترى من الفترة في الفترة المباراة وما قبلها، سعينا لإيجاد هذا الخطاب وإصدار هذا الخطاب اللي هو فيه تأكيد لمشاركة. معلش خالد، الخطاب اختفى من ملف القضية قصدك؟ والله ما أستطيع يا أخوي بتال أقول لك أنا وين راح الخطاب، ولكن أنا يمكن ذكرت لك موضوع أنه الأخ المراقب ذهب بالأوراق للسيارة مش لشيء، بس أنا أنه الأمر الآخر أنه الرجل ما قام بدوره، ما طبق أصلا. اللاعبين يا أخوي بتال شاركوا دون تطبيق لاعبي فريقين. جميل، وهذا دور المراقب. تتوقع الاستئناف تبت في القضية قبل يعني، ولا بتاخذ مدة شهر برضو؟ لا بإذن الله. على فكرة الاستئناف اليوم انقضت قرار الانضباط. لا ما اعتقد ان الموضوع اصلا الاستئناف في لجنة قانونية بحتة، يعني ما فيها ما عندها يعني ما جميل. عندها الا خطابات وعندها امور ومواد القانونية اعتقد عندها واضحة جدا. شكرا جزيلا خالد السعود مدير الاحتراف في نادي الفتح. وقفتنا الاولى نتابع بعدها. يوم مليء بالاجتماعات الساخنة في رعاية الشباب في المرمى، ينقله بالصورة وكل التفاصيل.
واليوم الأخير في إغلاق باب فترة التسجيل، الاتحاد الأكثر تصويراً، الهلال استقراراً، وبرناوي النصر قصة غريبة. كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني، غير دهني، هالكريم إلك. رجال، انت دايما واضح بخياراتك. لما بشرتك بتحتاج العناية لا تغير الموسيقى، جرب كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني، غير دهني، كريم مصمم خصيصا لبشرة الرجال. لأنك رجال، هالكريم إلك. نيفيا للرجال، الراعي الرسمي لفريق ريال مدريد. العربية تسلط الضوء على آخر أخبار التكنولوجيا. شيء تك مع سلطان بتاوي ضمن نشرات الأخبار على شاشة العربية. أهلا بكم، يوم طويل مليء بالاجتماعات في رعاية الشباب. عبد الله أدرويش كان حاضرا من البداية وكتب التفاصيل وصورها. منذ العاشرة صباحا بدأ مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالتحول من مبنى هادئ إلى صخب يضم اجتماعات لم تنتهي إلا عند الخامسة عصرا، 11 اجتماعا متتاليا برئاسة الأمير عبد الله بن مساعد بصفتيه كرئيس عام لرعاية الشباب أو رئيس للجنة الأولمبية السعودية. الاجتماع الأول انطلق عند 10 صباحا، ضم السعوديين 9 العاملين في الاتحاد الآسيوي ومعهم حافظ المدلج عضو المكتب التنفيذي القاري الآسيوي سابقا. الدافع لهذا الاجتماع كان الموقف السعودي الضعيف في السابق ومحاولة اللحاق على صورة وهيبة السعودية داخل اتحاد القارة في المستقبل مع الأعضاء الجدد. ولم يخفي ابن مساعد قلقه حين قال: قلت لهم انه احنا عندنا قلق من ان ممثلي يعني من بعض اللي جاء في الاتحاد الاسيوي، ونتمنى ان يكون عملها بشكل افضل، وان الجمهور السعودي يشعر يعني بان ان ان انديته لا يعني لا تعامل بشكل منصف في الاتحاد الاسيوي، وتمنى منهم انه يعني طلبنا منهم انه يكون في منهم يعني حضور افضل، ويكون في تقييم الاتحاد الآسيوي للممثلين في الاتحادات هذه حتى يدافع عن حقوق المملكة بأفضل طريقة ممكنة. منه إلى اجتماع ضم اللجنة الفنية بمدربيها، الهدف منه كان كل المنتخبات والاهتمام بالمدرب الوطني. بعد هذا الاجتماع كان اجتماع ثالث مع قسمين من المهندسين، الأول المسؤول عن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والقسم الثاني لإطلاع الرئيس العام لرعاية الشباب على تصاميم ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي سيتحول إلى كبائن ربحية في المستقبل. وعنهما قال ابن مساعد: احنا الآن نقوم في رعاية الشباب بدراسة لتحسين الملاعب الموجودة، ومنها استاد فيصل بن فهد ومنها استاد الملك فهد، ولما تنتهي الدراسة هذه حنقدمها للدولة، وأنا أتمنى أن تتم موافقة عليها. بتشوفون في تغيير كبير في مستوى السدات الموجودة في المملكة. تم الترسي على شركة لتقييم الملعب من ناحية السلامة. التقرير هذا أنا سمعت بالشركة بالصدفة اليوم، يعني حيخلص في خلال 6 أسابيع. في خلال 6 أسابيع بيقولون إن الملعب هذا هل هو صالح بشكله الحالي لاستقبال الجمهور
طبعا، او اذا كان يبغى له تعديلات بسيطه، او لا قدر الله اذا كان يبغى له ازاله. انا ما اعتقد انه حيكون في ازاله ان شاء الله، لكن لابد يكون الملعب من ناحيه السلامه يعني محقق لشروط السلامه. خلال تلك الاجتماعات بدا رؤساء الانديه بالتوافد الى اجتماع اخر يضمهم مع الامير عبد الله بن مساعد، حضر الكل وغاب رئيساء النصر والاتحاد. الاجتماع بهم كان لوضع النقاط على الحروف فيما يخص الميزانيات والمديونيات ومراقبتها ومستقبل الأندية. دخلوا إلى مقر الاجتماع وترك بعضهم بشته في غرفة الانتظار. تكلمت معهم عن موضوع ديون الأندية، وأن الموضوع هذا يعني لابد أن نضع له حلول، وشرحت بعض الأمور اللي بنسويها بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، مثل تعيين محاسب قانوني للسنة المالية الحالية اللي بدأت من نهاية شهر 6 من بداية شهر 7 الميلادي وتنتهي في شهر 6 2016 حتى تكون متوافقة مع الموسم الرياضي. وكيف ان طلبت منهم تعاونهم بالنسبة للجميع انه يكون في شفافية في موضوع الديون، وانه في ايش العقوبات اللي حتكون موجودة على الأندية سواء تتجاوز في الديون او الاشياء اللي تحرم منها او بالنسبة للأندية اللي تقدم معلومات غير صحيحة. بعد هذا الاجتماع اتجهنا الى احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، وبما ان الحديث عن الديون سألناه عن ديون اتحاد القدم فأجاب. نعم، ديوننا ولله الحمد أصبحت لا أستطيع أن أقول أنها معدومة، ولكنها ديون لا تذكر. سنعمد على إيقافها لهذا الحد وتطويرها ووضع آلية ومنهجية لخدمة الأندية التي تحتاج. أحمد عيد تحدث عن المنتخب السعودي ورحلته المقبلة إلى فلسطين، هل ستتم أو ستلغى؟ هناك أمر هام، إذا كان هذا الأمر يتعلق بالعدو الصهيوني إسرائيل فسيكون هناك معضلة على مرور الفريق السعودي من خلال المعابر الإسرائيلية. الأمر هنا ليس أمر الاتحاد السعودي فقط، ولكن أمر يتعلق بحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا بالقضايا المنظورة لهذه الدولة التي دائما وأبدا تضع في عيونها أبنائها. انتهت الاجتماعات التي تخص كرة القدم والأندية، واستمرت اجتماعات الأمير عبد الله بن مساعد في يوم كان مزدحما جدا بالمواعيد القصيرة والطويلة. شكرا للزميل عبد الله والزملاء اللي كانوا معه، وفي الاستوديو يلتحق بنا صالح الحمادي الزميل الصحفي. اهلا صالح. اهلا. 11 اجتماع ساخنه الله يقويهم، احنا ما في اجتماعات ابد انهم لهذا الجانب او نجمعها جميع. طيب ملفات ان شاء الله انها تعود بالخير على السعودية. السعوديه عاملين في اسيا اللجنه الفنيه، اجتماع المهندسين واجتماع رؤساء الانديه. طبعا الضوء يتركز على اجتماع مع رؤساء الأندية لأنه هناك ملف الديون اللي حتى بدأ يصير مقلق للحكومة، ديون الأندية. صحيح. نعم. صحيح. من شوف بلد ثري وغني مثل المملكة العربية السعودية بصراحة يعني تبرز علامات استفهام كبيرة والتعجب غريبة عندما تصبح الأندية فيها مديونة لأسباب عدة، ولكن من أبرزها أنه مفترض أنه يعمل في الأندية خلي أسميها رجال الأعمال أو القياديون الذين أثبتوا نجاحاتهم على صعيد شخصي في مجالاتهم، ولماذا ينتخبون ويأتون لإدارة الأندية؟ يعني مع احترامي تقديري اللي يكون سمعته ليست بالسمعة البيضاء أو السمعة الناجحة في عمله الخاص أو على صعيد التعامل الشخصي، مفروض أنه بصراحة لا يعمل الأندية، لأنه هنا يقود فئة الشباب ويقدم مثال أو نموذج يفترض أن يحتذى به في النجاح. هذا جانب. الجانب الأهم بصراحة بالنسبة للاجتماعات اليوم اللي ودي يعني اتطرق له، أنه الاهتمام بآسيا، هذه من الأمور اللي تحدث فيها الكثير من الغيورين على الكرة السعودية، انه ما دامت الكرة السعودية في حقبة زمنية هي من يتصدر المشهد على مستوى عرب آسيا او مستوى غرب آسيا او حتى على مستوى القارة، يفترض ان يكون من قدموا هذه الكرة الرائدة هم من يسهم
يعني اختلف مع ناس اللي يقول لك ان عندما تصبح هناك قيادات سعوديه في اللجان الاسيويه انه ليس بالضروره ان يخدموا الكره السعوديه، اتفق مع هذا نسبيا ولكني اختلف معه في ذات الوقت في جوانب اخرى، اتفق معه نسبيا انه نعم هم يجب ان تكون نظرتك انت لخدمه الكره في نعم. الخليج العربي، في غرب اسيا، خدمه القاره كافه من خلال ما لديك من رصيد خبراتي متراكم ادى الى مثل هذه النتائج، ولكن بذات القدر اللي تخدم الكره الاسيويه يجب عليك ان تحمي المنتخبات والانديه الخليجيه والعربيه والسعوديه تحديدا من اي تجاوزات ممكن تصدر ضدها. بما معنى هذه يعني صالح ليست قضيه ناجحه. ليش يعني مثلا السعوديين الحين في الانديه السعوديه تتكلم تقول احنا التحكيم الاسيوي يظلم الانديه السعوديه، لا يتحدثون عن تطوير القاره الاسيويه، لا يقولون انه التحكيم الاسيوي بحاجه لتطوير، لا يقولون انديتنا بس اللي تظلم. عارف وحتى يعني المفروض يكون مشروع اسمى من انه صحيح يربط صحيح بس بالانديه السعوديه. هذا اتفق بهذا اتفق، بالتالي حتى على مستوى عشان كذا ما حينجح القيادات حتى على مستوى الدوري المحلي انه نشاهد انه يعني اخفاقات الحكام و يعني شوف بتال السعوديون الكبار على مستوى سياسي وغيره دائما يستشعرون القيمة اللي منحها الله لبلد الحرمين الشريفين، وبالتالي يفترض أن نكون النموذج الذي يحتذى فيه على الصعيد سياسي نعم. اقتصادي وأيضا رياضي، ولكن عودة على الاجتماعات أتكلم على مستوى شخصي نرحب بهذه الاجتماعات مثل ما تحدث اجتماعات أعضاء الشرف اجتماعات اللجان، نعم هي لا تعمل إلا كي تفعل ونحيي في الرئيس العام أنه حرص مثل هذه الاجتماعات، ولكن بدل من حشر 11 اجتماع في يوم واحد ودنا لو كانت 11 يوم يعني على مدى طيب. على مدى العام تكون هذه الاجتماعات طيب ويهتم يمكن فيها. هي تعطيك مؤشر انه في حراجة موقف تجاه بعض هذه الملفات، لذلك تم الضغط بانها تكون في كلها في يوم واحد. خليني بسالك صالح عن غياب رئيسي النصر والاتحاد تفسر بشيء؟ والله يا اخي شوف يعني استغرب، هذا من اهم الاجتماعات ومن اهم الاوراق المقدمه، وخاصه مثلا رئيس النصر، لماذا؟ لانه صديق شخصي، يعني على مستوى شخصي هناك روابط كثيره بين الرئيس العام او بين خلينا نسميه عبد الله بن مساعد وفيصل بن تركي، على مستوى شخصي اهتماماتهم الرياضيه اهتماماتهم الشبابيه يعني متقاربه من بعض غير الصداقه اللي بينهما. ايضا غياب رئيس الاتحاد ابراهيم بلوي، ما دام النادي المديون باكثر من 200 مليون واللي وقف معهم الرئيس العام يعني يا سمو الرئيس العام أنت تقف هذه الوقفة الجادة مع نادي الاتحاد، المفترض من إدارة نادي الاتحاد أقل تقدير أن تحترم فيك الدعوة لهذا الاجتماع. على الأقل يجون يقدمون تجربتهم في الديون بالضبط، ممكن معالجتها ونوع من رد الجميل أنه شكرا على وقفتك معنا صحيح. يعني عندما احتاج الرئيس العام كان حاضري وكان أيضا شقيقه الأكبر وموجهه كان حاضر، والآن تغيبون عندما احتاجكم للاجتماع. وبالنسبة للديون بكل صراحة تحدث مثلا عن الأهلي الإماراتي تقول أنه النادي المليونير وهذا شيء جيد، أنا متأكد أنه مثلا تجربة الأهلي الإماراتي من خلال النجاح اللي نشاهده على صعيد اقتصادي في دبي أنه ستجده موجود في النادي الأهلي. أيضا هناك نجاحات اقتصادية على مستوى المملكة العربية السعودية نتمنى أن نشاهدها تنعكس على النصر، مثلا النصر والهلال، الهلال أعتقد ديونه تتجاوز 50 أو 60 مليون، النصر 90 أو 100 مليون. مثل هذه الأمور لا شك ان مفروض انها تكون اولويات اللي تهم الرئيس العام رعايه الشباب وتهم الدوله، لانه من يمثل الدوله على مؤسسه الرياضه هو مؤسسه الرياضه، وايضا ما نغفل اللجنه الاولمبيه. بنرجع نتكلم كثير من ملف الديون في فتره لاحقه معك، شكرا جزيلا الزميل صالح الحمادي الكاتب والناقد الرياضي. اليوم الأخير في إغلاق باب فترة التسجيل للاعبين المحترفين، الاتحاد الأكثر تصويرا، الهلال استقرارا، وبرناوي النصر قصة غريبة. ثمانية وسبعون يوما من الانتقالات بدأت في أول يوليو وانتهت قبل قليل. لأول مرة تم العمل بنظام TMS الداخلي الإلكتروني لتسجيل اللاعبين أونلاين، والTMS شهد الكثير في 78 يوما. بطل الدوري تخلى عن محترفه الأرجوياني فابيان، أعاده لمباراة السوبر، أعاده بلا عقد بمكافأة لمباراة واحدة، رفع الهلال الكأس، بقي فابيان قليلا واستغنى عنه النصر مجددا. والهلال مع دونيس حصلوا على خدمات إدواردو وألميدا، هذا الأخير انتقد المدرب اليوناني على اختياره، عمره 31 عاما كان يلعب تحت أمرته في أبويل القبرصي، حتى الآن تألق مع الهلال.
في الاتحاد نووا الاستغناء عن خدمات سان مارتن، وظهر بدلاء كثر للروماني تصوروا كثيرا، وغرد بعض آخر، وأخبار وشائعات وتسريبات. تعاقدوا مع ترويسي ورحل زوكالا، جاء ريفاس وفقع ماركينيو، أتى مونتاري ورحل سيف سلمان. سان مارتن بقي سان مارتن لأن الجماهير تحبه. مع هبوط العروبة من الأضواء، إبراهيم هزازي حزم حقائبه ورحل إلى رومانيا، ومع بداية الموسم في السعودية تعاقد معه نجران. هزازي لم يلعب مع نادي كونكورديا كيجانا، ولكنه صرح أن تجربته في رومانيا كانت جيدة. أمينو بوبا رحل عن نادي الخليج وسافر لبلاده الكاميرون لظروف عائلية، وكانت التوقعات تشير لعدم عودته. ظروفه كانت أن زوجته لا تريد أن تعيش في السعودية قبل إقفال سوق الانتقالات. طلق زوجته وعاد للخليج بقميص يحمل صورة نائب رئيس النادي. هذه الانتقالات شهدت هجرة عكسية من الأضواء إلى دوري الدرجة الأولى. أحمد الكسار من الرائد وفيصل الجمعان من الفتح ومحمود الصايغ من القادسية أصبحوا مع الاتفاق. نظام TMS سجل ياسين برناوي مع النصر بعد مفاوضات انتهت ب4,500,000 نقلته من الفيصلي إلى النصر. وقبل إقفال سوق الانتقالات دخل TMS مرة أخرى بعقد ب5 سنوات مع القادسية. وفي الساعات الأخيرة غرد عبدالله البرقان كثيرا رئيس لجنة الاحتراف بعد تنازلي لما تبقى، وتغريدات أخرى عن من أنهى تعاقده ومن تم استلام شهادته. رفيق الحلوة العربية. من رفيق إلى زميل مساعد العصيمي يلتحق بنا من الرياض. مساعد أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. هذه أبرز الملامح اللي فيها غرابة وطرافة وحداثة في الأيام اللي قرابة 70 يوما في فترة التسجيل، بالنسبة لك أنت أبرز الملامح ما هي؟ أولا أمسي عليكم على المشاهدين الكرام. الحقيقة يعني ما في شيء جديد في الكرة السعودية، هذا هو الطبيعي. يعني لو كان هناك التزام من الأندية أو أخذ الوقت المناسب للتسجيل بالفترات اللي يحتاجها التسجيل لقلنا أنه الأندية السعودية خطت خطوات ممتازة وغيرت الطباعة، لكن نعم. هذا هو الشأن القائم. الأندية السعودية لا تفكر بالتعاقدات إلا حين إيش يبدأ الموسم الجديد، لا تبدأ بتغيير حتى محترفين إلا في بداية الموسم الجديد. يعني المسألة الأهم أنه إحنا لا نفكر ما الذي نحتاجه مع نهاية الموسم المنتهي أو الموسم الماضي. الأندية في أوروبا مثلا أو حتى في دول عربية وخليجية تبدأ بوضع الملامح خلال الربع الأخير من الموسم المنتهي السابق، وضع الملامح والاحتياجات. حتى أنه أنا استمعت اليوم إلى الكابتن إبراهيم هزازي يتكلم عن تجربته في رومانيا في إحدى الإذاعات، يتكلم يقول لك أنه كان من شروط النادي أنه هناك ما فيه إجازة أو عطلة للاعبين، كل لاعبين يكونوا موجودين بعد انتهاء الموسم لأجل تدريبات معينة لاختيار لإضافة لاعبين جدد ولعب مباريات ودية لأجل الاستقطابات. نعم جميل. طيب اليوم الأخير مساعد لم يشهد أي مفاجآت أو تسجيل للاعبين يعني لهم صدى أو لهم يعني يتوقع أن يكون لهم تأثير في الموسم السعودي، على عكس مثلا القارة الأوروبية أو الأندية الأوروبية اليوم الأخير يكون فيها انتقالات كبيرة. يعني ممكن نعزو هذا في السعودية إلى أنه الأندية لا تملك سيولة حقيقية تعقد بها صفقات حقيقية في اليوم الأخير؟ قد يكون هذا هو السبب، لكنها لا تملك الأشد من هذا، أنها لا تملك الرؤية الواضحة ماذا تريد، إلى درجة أنك تجد أحيانا أنه صفقات يعني مثلا يعني تسمح لي أني حتى أمثل بعض الصفقات للاعب عادي واسم غير يعني مغمور تجده بأعلى الأرقام. يعني مثلا زي ظهير الأهلي ب 27 مليون ريال، أنا أعتقد مثل حارس الاتفاق الجديد الكسار، أنا أعتقد أنها تتجاوز المعقول أحيانا. ليش؟ لأن الرؤية تفتقد لها الأندية. أنت لم هناك يعني في المملكة العربية السعودية عبر أنديتها ليس هناك مقياس معين لاختيار اللاعب، ليس هناك حدود مثلا. يعني تخيل أنه أندية ما زالت تفاضل حتى الأيام الأخيرة بين لاعبين أجانب من خلال يعني تبديلهم وإحضار جدد. أنت يعني في مسألة ورطة، دائما يضعون أنفسهم في ورطة إيش عدم الرؤية. صحيح. عدم وجود الرؤية الواضحة، وهذه اللي جعلت من الأندية السعودية دائما اختياراتها محل تردد، إلى درجة أنه تجد أنه التشكيك والتردد يستمر طول الموسم. جميل. وليس خلال فترة معينة. طيب نتكلم عن نادي الاتحاد تحديدا مساعد، اللي تقريبا كان صاحب رقم قياسي في الصفقات المحلية والصفقات الخارجية التي لم توقع. يعني تقريبا 10 لاعبين وقع معهم صحفيا
لم يوقع معهم رسميا، صور معهم، فحصهم طبيا، لكنه لم يوقع معهم. بماذا تفسر ذلك؟ أنا أفسرها بما انتهيت الآن، أنا عدم وجود الرؤية الواضحة، عدم وجود الرأي الفني اللي 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 بني عليه الكلام. أنت لما تسألني مثلا عن النادي الأهلي، أقول لك إنه الاستقطابات اللي أخذها النادي الأهلي نهاية الموسم الماضي من نادي التعاون، اللي انتقلوا إليه من نادي التعاون، من نادي الفيصل غيره، كانت تبنى على رؤية فنية، وجدناهم حتى لاعبين أساسيين. نعم. فيما يخص نادي الاتحاد، وخليني أكون معك صريحة بالتالي ومع المشاهدين، إنه وبدون زعل، إنه الرؤية غير موجودة، رؤية إدارية أكثر منها فنية، إلى درجة أنه التردد في تبديل اللاعبين الأجانب استمر، واللي يقرر ليس الرجل الفني في النادي، اللي يقرر الرجل الإداري. مشكلة نادي الاتحاد تكمن أنه ماذا يريد، أخذ يعني سجل 3 أظهرة، لم نشاهد منهم يعني وجدنا أنه بعض الصفقات مثلا اللي سواها أنه لم يكن يحتاجها، إلى درجة أنه استقطاباته يعني غير مقنعة بالشكل، ما تجد منها اللاعبين الأساسيين اللي تجد أنه يحتاجهم، إلى درجة يعني الجانب الآخر المهم في نادي الاتحاد. نعم. أنه أنا ودي أسأل حتى المسؤولين في نادي الاتحاد، من الذي يحدد القرار، من الذي، هل هو المدرب؟ أنا أشك في هذا الأمر، لأنه المدرب ما زال في مرحلة البناء، يعني خلال الفترة اللي فاتت أنه مرحلة الرؤية بالنسبة للنادي. جميل، زميلي مساعد العصيمي الصحفي الرياضي والناقد، شكرا جزيلا لك. وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها الشباب، يفتح الجولة الثالثة بمواجهة الخليج، والهلال يختمها الأحد بمواجهة الرائد. كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني غير دهني، هالكريم إلك. فقط في ترامس روتبونت الألمانية، وحدها تجتمع القوة والمتانة والفخامة الألمانية مع قمة الذوق والتصاميم الشرقية وسحر الألوان الجذابة. ترامس روتبونت الألمانية، حفظ أطول وشكل أجمل. راح تبقى شايشي؟ قال لي لحد ما اصير لواء شايشي. قلت له نقيب راسا؟ قال لي سيدي انا مغدور. قلت ليش؟ قال انا ما اعرف اقرا واكتب، بس والله لو اوقع كان صرت مقدم لو عقيد. قال له بس سيدي الرتبه مالتك غلط، هذا الخياط غلط، خلى لك رتبه لواء ركن. انزعها وخابره يجيب لنا رتبه مع اللواء. قال لا حلوه رحمت لي. قال له سيدي ما يصير. قال له اقول لك رحمت لي. قال له وشلون البريد هذه؟ قال له بس غيروا الاسم مالتي مكان مكتوب لواء وكتبوا لواء ركن. اللواء غازي عزيزة، مدير العمليات المشتركة الأسبق في العراق. الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الخميس أحداث الجولة الثالثة للدوري السعودي، عندما يلتقي الشباب مع ضيفه الخليج في الرياض. الجمعة تجرى 3 مباريات تفتتح بمواجهة التعاون والقادسية، النصر، نجران، الأهلي والوحدة. السبت يشهد لقاء الفتح وهجر في ديربي الأحساء، واتحاد جدة أمام الفيصلي، فيما يلعب الهلال أمام الرائد في ختام الجولة الأحد. التحق بنا من الرياض الدولي السابق عمر الغامدي. عمر أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. المتصدر الشباب بفارق الأهداف عن الهلال والاتحاد يواجهوا الخليج في الجولة الثالثة، يعني موضوع الانطلاقة القوية هل سيكون هاجس في أذهان الشبابيين في هذه المباراة؟ نعم أخي بتال،
طبعا اكيد يعني من المفترض انه نادي الشباب بما انه قدم مباريات يعني شبه يعني جيده المباراتين الماضيتين وكسب 6 نقاط، اكيد انه هذا راح يعطيه دافع يعني انه الاستمرار في كسب النقاط بالذات في بدايه الدوري، لان هذا شيء مهم بالنسبه له على اساس انه يقدر يستمر في في التصدر. ولكن يعني يجب علينا نكون يعني شوي يعني عقلانيين، يعني من الفريق هذا بما انه فريق لسه جديد مفترض انه ما يطلبون منهم لا بطولات يعني ولا شيء من هالقبيل يعني. اما بالنسبه للفريق الخليجي اعتقد انه بيدخل المباراه هذه وهو منتشي طبعا بالاحتجاج اللي اعتقد انه صار في صالحهم ولا الثلاث النقاط اللي كسبوها، ولكن ما ادري يعني اذا كان بيدخلون وهم يعني عايشين جو انه احنا كسبنا 3 نقاط بنسول المباراه اعتقد بيكون هذا الشيء سلبي بالنسبه لهم. طيب خلينا استوقفك عند موضوع اللي انت قلت انه الشبابين عليهم اللي يطالبوا بطوله مع هذا الفريق، تقصد طبعا بطوله الدوري ما اي بطوله اخرى، يعني البطولات القصيره ممكن بهالفريق. نعم يعني والله شوف بالتالي يعني بالنسبه للبطولات القصيره في اشياء تحكمها يعني، ومن ضمنها للامانه يعني احنا نكون واضحين وصريحين جاهزيه الفريق يعني، وبعض الاحيان يكون الحظ يعني داخل فيها. اما بالنسبه للدوري الطويل لا، اذا لم يكون هناك يعني عندك يعني تقريبا حدود 22 لاعب جاهزين راح تكون صعوبه طبعا. الفريق الحالي غير مؤهل للشباب انه يكون منافس على الدوري؟ والله بالتالي انت لما نشوف فريق الشباب تقريبا في حدود 6 عناصر جديده في الفريق، من الصعوبه انك تقول والله انا بجيب دوري بالمجموعه هذه. يعني انا اقول ممكن الموسم القادم اذا كان هناك انسجام، لكن الموسم هذا انا ما اتوقع ذلك. طيب خلينا نقول نحدد سقف لطموحات الشبابين في هالموسم، ما هو الهدف اللي اذا حققه الشباب ورغم انه في الجوله الثالثه نقول الهدف اللي اذا حققه الشباب يكون موسم ناجح في الدوري؟ والله من ابرز الاشياء والاهداف اللي مفترض انها تكون واضحه بالنسبه للشبابيين هو بناء فريق قوي يقدر انه ينافس يعني في المواسم الجايه. اما انك مثلا تجي تبي تصنع فريق مثلا من بدايه اول موسم مدرب جديد و6 عناصر جديده على الفريق وتقول والله اني انا ابغى اجيب فيهم الدوري، اعتقد ان هذا فيه صعوبه. لذلك يجب انك تصبر على اللاعبين هذول على اساس ان شاء الله تقدر تاخذ منهم الشيء اللي انت تبغاه في المستقبل. طيب وش اللي تغير في الشباب مع ال6 لاعبين ومع الفارو والاداره الجديده، الفارو مدرب الفريق؟ تكتيكيا كلمنا عمر. والله انا بالنسبه لي الى الان للامانه اشاهد يعني في شغل للامانه للمدرب، ولكن مش هذاك الشغل الكبير اللي تقدر تقول والله انه الان صار مسيطر على اللاعبين. اعتقد انه يحتاج الوقت اكبر من كذا للمدرب على اساس احنا نقدر نحكم عليه. مجرد انه في مباراتين يعني دوري واعتقد مباراتين في كاس ولي العهد ما تستطيع انك انت تحكم على المدرب بشكل عام، ولكن اذا انتهى الدور الاول انا ممكن اقول لك المدرب هذا وش راح يوصل الشباب. طيب انه منح الفرصه للاعبين اكثر من 50% بالفريق جدد، تحسب له ولا عليه؟ انه يعني مغامره ولا لا؟ بالعكس منطقي في انه يجدد في هالوقت. هذا هو الشيء المتاح بالنسبه له، بالتالي يعني هو ما عنده اصلا لاعبين خبره كثير على اساس تقدر تقول والله انه يحطهم او انه يلعبهم. المتاح بالنسبه له كمدرب اللاعبين المتواجدين الان، لذلك ما تقدر تقول انه او تحكم عليه تقول وش حيقدر يعني يسوي في فتره بسيطه. جميل. طيب شو اللي ممكن يسويه الشباب اليوم قدام الخليج حتى يكسب المباراه؟ شنو السيناريو الافضل؟ شوف الشباب هو دائما يعني دائما معروف يعني قوته هي في اطرافه، يعني اذا كان عبد الله اذا كان حسن معاذ في افضل حالاته، وطبعا عبد الله نصر اعتقد انه مصاب نتمنى له الشفاء العاجل، هذه هي تكمن قوه يعني فريق الشباب يعني. وانا والله انا اقولها وعيده مره ثانيه، انا تمنيت انه نادي الشباب يعني يحضر مثلا لاعب يكون صانع اللعب يقدر يوصل مثلا راس الحربه او الاطراف بشكل سهل وسلس، لانه هذا اللاعب اللي اعتقد انه الشباب ينقصه. ولكن انا اشوف في سيف الحشيان انه اعتقد انه راح يؤدي هذا الدور بشكل كبير، لانه شاهدته انا في المباراه الاخيره اللي قدمها كان قدم صراحه لمحات مميزه كاول مباراه له. جميل، اتمنى التوفيق لكل الفرق، نشوف جوله ثالثه أحلى من الجولتين اللي مضت. شكرا جزيلا الدولي السابق عمر الغامدي، وأنا ألقاكم في مثل هذا التوقيت، لكن قبل ذلك هذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين.
فاز المنتخب السعودي للناشئين على نظيره منتخب بنغلاديش بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في مستهل مشواره في المجموعة الرابعة للتصفية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين. قررت غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة السعودي فسخ عقد معتز الموسى مع أهل جدة وإلزام النادي بدفع 5 ملايين ريال تمثل مستحقات اللاعب بسبب عدم مشاركته في أي مباراة منذ الموسم الماضي، ومنحه فرصة التسجيل بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. وقعت إدارة النادي الفيصلي عقدا احترافيا مع لاعب منتخب غينيا الاستوائية خافير بالبوا، وهو الذي سبق له اللعب في عدة أندية برتغالية أبرزها بنفيكا. أعلن نادي الوحدة توقيع عقد احترافي مع اللاعب موسى مدخلي لتمثيل الفريق لخمسة أعوام قادمة. قرر نادي الشباب الموافقة على إعارة اللاعب محمد الجيزاني للنادي الفيصلي لمدة موسم رياضي واحد. اعتبر القطري سعود المهندي رئيس لجنة التفتيش في كأس الخليج المقررة في الكويت أن اللجنة غير مخول لها اعتماد ملاعب ومنشآت البطولة، وينحصر دورها في الوقوف على حالتها واستعداداتها ورفع تقرير إلى أمناء سر الاتحادات. أعلن الاتحاد العام لاتحاد الأمين العام لاتحاد جنوب آسيا لكرة القدم أن أعضاء الاتحاد السبعة سيصوتون للفرنسي ميشيل بلاتيني في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي العام المقبل. في مثل هذا التوقيت غدا ألقاكم.